السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج تساؤلات لهذه الأمسية. قرارات حاسمة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة فئات هشة ومتوسطة في المجتمع الجزائري، علاوة البطالة التي تناهز 13 ألف دينار جزائري ستدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر مارس، أي انعكاسات اجتماعية سنلاحظها خلال الأيام المقبلة؟ سنتحدث عن حديث رئيس الجمهورية عن أنه لا يوجد سجين رأي في الجزائر، وعن الحديث عن البلبلة وعن الشتم والفرق بين هذا وبين حرية التعبير، وعن ملف استيراد السيارات الذي أسال الكثير من الحبر خلال الأعوام الأخيرة في الجزائر. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد أبو الفضل بهلولي أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر، مرحبا. مساء الخير أخ هارون والسادة مشاهدي قناة النهار. مساء النور، مرحبا بالأستاذ عمر هارون أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية، مساء الخير. مساء الخير أخي نمور، مساء الخير ضيفك الكريم وكل مشاهدي النهار. أبدأ معك أستاذ محمد أبو الفضل البهلولي، من دون شك تابعت قرارات رئيس الجمهورية، البعض وصفها بالقرارات الهامة في التوقيت والحاسمة لأنها تمس فئات كثيرة من المجتمع وسيكون لها أثر، هل تابعت من دون شك أهم هذه القرارات في الشق الاقتصادي من دون شك، وكيف ستكون لها تبعات اجتماعية وحتى على الدولة الجزائرية خلال الأيام المقبلة؟ أكيد لو نستطيع أن نعطي عنوان مناسب لهذه القرارات، أننا اليوم نسير في دولة المؤسسات، وكذلك نسير في الحكم الراشد، وكذلك التلبية للمطالب الشعبية، يعني هنالك تجاوب كبير ودراسة علمية اقتصادية خاصة أدت إلى صدور مثل هذه القرارات المهمة، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا السياق. هنالك نقطة مهمة أساسية على أن رئيس الجمهورية أكد على أن الجزائر من خلال القرارات أن الجزائر هي دولة اجتماعية، وهذا هو الشيء المتواجد في بيان أول نوفمبر وكذلك متواجد في الدستور الجزائري، وكان من أهم التزامات رئيس الجمهورية أن تكون في برنامجه الدولة يسير وفق برنامج أن الدولة اجتماعية. حقيقة مثل هذه القرارات المهمة سوف يكون لها أثر كبير ومباشر، لماذا؟ لأننا لاحظنا في تصريحات رئيس الجمهورية أنها كانت على الشقين، الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي بالإضافة إلى الجانب الخارجي. لكن هنا أستاذ اسمح لي على المقاطعة، قد يقول لك البعض أن يعني النظرة الجديدة للجزائر أنها تتجه للدعم الموجه لمدى الحديد دائما بشكل كبير وعريض إلا على الدولة الاجتماعية والمزيد من القرارات في يعني في هذا الاتجاه، الاتجاه الذي يكرس الدولة الاجتماعية. لماذا؟ لأنه النهج الأساسي اتخذته الجزائر منذ 1962. أكثر من ذلك لكي نواجه الأزمات الاقتصادية لا سيما المتغير الكورونا والتضخم وكذلك ارتفاع البطالة في العالم بالإضافة إلى غلاء السفن والنقل والشحن في العالم، هذه كلها صدمات اجتماعية يمكن أن تواجه المجتمع، فالدولة اختارت هذه السياسة الرشيدة وذلك من أجل ما يسمى بتقوية الطبقة المتوسطة وكذلك إعطاء فرصة للأسواق الناشئة، وبالتالي أعتقد على أن السياسة التي صدرت من القيادة الحاكمة والرشيدة للجزائر كانت أولا لمواجهة الأزمة العالمية. فدعني أخ هارون أذكرك بنقطة مهمة، أن الكبريات الاقتصادية العالمية تأثرت بفعل متغير كورونا، لكن الجزائر نظرا لسياستها الاجتماعية التي من شأنها تقوية الطبقة المتوسطة استطاعت أن تواجه هذه الصدمات، وهذا شيء إيجابي. أقول لماذا هذه المرة استطاعت الجزائر أن تكون بهذه الاحترافية؟ لأن القرارات كانت على دراسة علمية دقيقة وكانت سياسات رشيدة، الشيء الذي كانت له حضانة شعبية وتقبلت كل هذه القرارات. أتحول أستاذ عمر هارون نظرتكم لعدد من القرارات الأخيرة كشكل عام قبل التفصيل في عدد منها.
والقرارات كانت بدات باجتماع مجلس الوزراء اللي كان الرئيس فيه جمد فيه كل الضرائب وكل الرسوم على خاصه على التجاره الالكترونيه، وهذا القرار اللي كان ظهر انه الرئيس يشوف باللي القدره الشرائيه كانت تمست بشكل كبير، وكان يجب ان تتدخل الدوله بقوه من اجل انها تعيد يعني عوده القدره الشرائيه على الاقل الى الحد الادنى اللي كانت موجوده فيه سابقا. طبعا كملها بالامس من خلال القرارات اللي كان اطلقها على مستوى يعني الحوار التلفزيوني اللي كانت اجراه في رئاسه الجمهوريه. وظن انه القضيه هنا مرتبطه بشيء مهم ومهم جدا، انه اعاده طمانه الشعب الجزائري على ان السلطات العليا في البلاد تتابع يعني قدرتها الشرائيه واوضاعها الاجتماعيه عن كثب، خاصه في ظل الاوضاع العالميه اللي نعيشها الان. تعرفوا الان الحرب في اوكرانيا خلتنا نروح الى احتمال كبير انه يعني اسعار الغذاء يعني ترتفع اكثر فاكثر، ازمه كوفيد اللي خلات الاسعار يعني ترتفع، المؤشر العالمي للغذاء في اعلى مستوياته منذ اطلاقه، عندك ايضا ازمه النقل العالميه وارتفاع الاسعار بحوالي 3 إلى 4 أضعاف. كل هذه المعطيات خلات رئيس الجمهوريه يقول ببساطه ان الدوله الجزائريه والخزينه العموميه هي من ستتحمل الفارق، ربما الفريق الحكومي اللي كان يشتغل في ارض الميدان واللي كان يقوم بالقرارات التنفيذيه لم يكن ينتبه الى خطوره الوضعيه اللي كان موجود فيها الشعب الجزائري، خاصه في ازمه الندره اللي كنا فيها، ندره الزيت، ندره الحليب، وندره مختلف المواد الغذائيه، ايضا ارتفاع اسعار الخضر والفواكه اللي يعني بلغت يعني اسعار مرتفعه جدا، ايضا الحمول، اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. كل هذه الامور هذه طبعا ماهيش راجعه للدوله، راجعه الى شح الامطار. اذا احنا الان في سياق عالمي ولا في سياق عام حيث الاسعار مرتفعه جدا، كان يتكلم رئيس الجمهوريه عن حجم تضخم 7%، احنا سابقا كنا نتكلم فقط على 4.5%، هذا هو طيب استاذ محمد ابو الفضل بهلولي، اتحول اليك مره اخرى فيما يخص الحديث دائما عن تأثيرات الجيوسياسية، تأثيرها من دون شك على معيشة الجزائريين، هل مثلا تأثيرات فيروس كورونا عالميا، هل له تأثيرات حتى على سياسات دول من بينها الجزائر، هل للمشكلة مثلا الأوكرانية تأثير كذلك على الجزائر في الأيام المقبلة؟ أستاذ أبو الفضل بهلولي هل هو معنا؟ سنعيد التواصل مرة أخرى بالأستاذ محمد أبو الفضل بهلولي أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر، وكذلك الأستاذ عمر هارون أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية، وكان الحديث من دون شك عن قرارات الحاسمة لرئيس الجمهورية التي كانت خلال الفترة الأخيرة لفائدة هذه الفئات الهشة. قلت الأستاذ محمد أبو الفضل البهلولي، دائما سؤالي فيما يخص هذه التأثيرات الجيوسياسية في العالم، حتى الأزمة الأخيرة الأوكرانية وتأثيراتها على اقتصاديات البلدان حتى على الجزائر. أكيد، فالجزائر تعيش في مجتمع دولي، وأي متغير يكون في المحيط الدولي أو الإقليمي فالجزائر تتأثر به، والجزائر كذلك تؤثر، وبالتالي ما نشهده اليوم من أزمة اقتصادية عالمية على غرار ما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ حوالي 40 سنة الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد هذا التضخم، وبالتالي هذا سوف يؤثر على الأسواق الناشئة المتواجدة لا سيما في القارة الإفريقية أو في الشرق الأوسط. ضف إلى ذلك إلى تغير ما يسمى بارتفاع معدل الفائدة الذي أقرته العديد من البنوك المركزية العالمية، هذا ما سوف يأتي إلى التأثير سواء على البورصة أو التأثير كذلك على الأسواق الناشئة وكذلك التأثير على الحركة التجارية. لكن سياسة مختلفة، وذلك من خلال طيب يبدو أنه في انقطاع في التواصل مع الأستاذ محمد أبو الفضل بهلولي، لو أتحول للأستاذ عمر هارون، هل هو معنا؟ طيب أستاذ عمر هارون أنت معنا؟ سأحاول العودة للأستاذين محمد أبو الفضل بهلولي والأستاذ
عمر هارون بعد لحظات من الآن. مشاهدينا في عودة لكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، وعودة لضيفي الكريمين الأستاذ محمد أبو الفضل بهلولي والأستاذ عمر هارون. أستاذ عمر هارون، تابعت من دون شك قرارات رئيس الجمهورية فيما يخص علاوة البطالة التي تناهز 13 ألف دينار جزائري ابتداء من شهر مارس. في رأيكم أي انعكاسات اجتماعية ستكون بعد دخول هذه العلاوة حيز التطبيق؟ ما لازمش ننسى انه الشباب يعني منذ سنوات طويله ما عندهمش، الدوله لا تفتح مناصب شغل جديده، وهناك يعني حنق كبير لدى الشباب خاصه المتخرجين بشهادات. اذا رئيس الجمهوريه الان قدم بارقه امل بالنسبه للشباب لانهم تعبوا واجتهدوا وخرجوا من مراكز تكوين ولا خرجوا من جامعات. فاليوم هذه ال 13000 دينار جزائريه او 1,300,000 راح تكون بالنسبه لهم قدره على انهم يحفظوا كرامتهم، تكون عندهم بطاقه ايضا بطاقه يعني ضمان اجتماعي اذا مرضوا ولا عندهم نوع من التغطيه بضمان اجتماعي تكون عندهم هذه الامكانيه. نقطه اخرى ايضا يشوفوا ان الدوله الجزائريه تنظر لهم بعين يعني المتابع والفهم للوضعيه نتاعهم. هذا من جانب. من جانب اخر كنا طالبنا يعني منذ فتره طويله بهذا النوع من المنح، لكن نتمنى ان شاء الله انه تربط هذه المنحه بثلاث امور اساسيه. الامر الاول وهو ان تقدم لهذه الفئه يعني طالبه للشغل تقدم لهم دورات تكوينيه مختلفه، ويكون كاين جهاز خاص لتوجيههم لدورات تكوينيه من اجل تطوير مهاراتهم حتى ما يبقاوش يعني متوقفين في هذه المرحله. النقطه الثانيه وهي ان تربط ايضا هذه يعني المنحه بالسلوك اللي يكون يقوم به الشاب، يعني حتى يكون هناك التزام و يعني في هذه المرحلة حتى يعني نعود نرجعوا لشبابنا يعني ولو يعني نظرة إلى توجهاتهم إلى 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 سلوكهم حتى نضبط هذا السلوك، لأنه للأسف الشديد الواقع العالمية التي نعيش فيها والعولمة التي نعيش فيها خلات يعني سلوك الكثير من الشباب للأسف الشديد يجنح، وهذا هذه المنحة تكون قادرة على تهذيب وتوظيف ووضع الشباب في هذا الإطار. فيما يخص تفضل أستاذ. نقطة ثالثة وهي محاولة ربط هذه الشباب مع فكرة المقاولاتية بحيث أن تكون هناك دورات متخصصة في المقاولاتية، من منهم يستطيع أن يبدأ وينشئ المؤسسة نتاعو الخاصة، فيمكن أن نوجهه إلى فكرة إنشاء مؤسسته الخاصة. وهذا هذه الثلاث عناصر راح تكون هي الأساسية في نجاح هذه طبعا هذه المنحة. أيضا رئيس الجمهورية كان يتكلم على أنه حتى الناس الآن اللي ياخذوا داخلين في الشبكة وياخذوا أموال في إطار شبكة سوف ترفع يعني المنحة نتاعهم إلى مبلغ محترم، ونتوقع ان شاء الله في مارس انه مع رفع النقطه الاستدلاليه راح يكون الحد. استاذ البعض تحدث عن موازنات الدوله وعن تخصيص علاوات من هذا النوع التي تؤثر على موازنات الدوله، ما رايك في هذه النقطه؟ هل هذه وجهه النظر صحيحه فيها شيء من الصحه؟ حسب رئيس الجمهورية فالمبالغ المخصصة لهذه المنحة قد أخذت بعين الاعتبار في الميزانية السابقة، يعني في الميزانية الأولية لسنة 2022، وهذا الكلام اللي كان صرح به بالأمس. كنت نقول فقط أنه أتوقع أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور المضمونة إلى حدود 26,000 دينار جزائري أو 2,600,000، نظرا لأنه نظن في مارس أيضا سيكون هنالك رفع للنقطة الاستدلالية الوطنية وراح يكون الحد الأدنى في هذا الإطار. طبعا هنا الجزائر تحاول أن تواجه أزمة الغلاء العالمي اللي راهي موجودة، وكنا نتكلموا منذ قليل على ارتفاع التضخم عالميا، يعني أوروبا اللي كانت تستهدف التضخم وكان التضخم عندها صفري الآن راه ما بين 5% إلى 8%، وهذه أرقام غير مسبوقة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وصل فيها إلى ما يفوق 10%، هذه الأرقام الدولية. طبعا بما أن الدول هذه رأسمالية بحتة فليست هناك تدخل من الدولة لمرافقة ولا لمساعدة الشعب. نتكلموا مثلا على تركيا فارتفاع ارتفاع في الخبز الواحدة كان بحدود 20 إلى 30%. الجزائر اليوم الحمد لله اتخذنا مجموعة من الإجراءات حتى أن الخزينة العمومية هي من تتحمل الفوارق بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية. طبعا في الإطار في ظل ارتفاع أسعار النفط اللي راهي الآن تقارب $100. هذه الانعكاسات الاجتماعية التي وصفتها الأستاذ عمر هارون بالإيجابية بعد إقرار هذه العلاوات، أستاذ محمد بهلولي، يعني هل ستكون هناك كذلك انعكاسات على المجتمع الجزائري، على الأمن، على السياسة بعد أن يتم يعني تأمين يعني هامش ربح الجزائريين، مدخول الجزائريين، الحديث دائما عن علاوات تمس جهات أو شباب تمس البطالين، هل هذا يكون له كذلك تأثير على الوضع السياسي في البلد؟ أكيد من خلال قرارات رئيس الجمهورية
أولا سوف ندخل إلى ما يعرف بالضبط الاقتصادي. اليوم حقيقة دخلنا في تنظيم الاقتصاد وفي تنظيم العجلة الاقتصادية. فإضافة إلى ما قاله الزميل، منحة البطالة سوف من شأنها أن تكافح السوق الموازية وتكافح كذلك العمل غير المشروع، إلا أنه من الناحية العملية أن منحة البطالة ترتبط بنصوص قانونية أخرى على غرار تقوية مفتشية العمل التي سوف يكون لها دور كبير في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، وأنا على حسب تصوري سوف تقوم الدولة بإنشاء صندوق خاص من شأنه أن يراقب هذه العملية بصفة دقيقة وبصفة احترافية. لذلك فاليوم سوف ندخل في الضبط الاقتصادي بالإضافة إلى الضبط الإداري، من أجل أولا مكافحة السوق الموازية ومكافحة العمل غير المشروع الذي طالما الجزائر قامت بمكافحته عن طريق المنظومة القانونية. حقيقة اليوم لما نقوم بإعطاء منحة البطالة سوف من شأنها أن تعزز موقف الإنسان داخل أو موقف المواطن الجزائري داخل المجتمع، وبالتالي نستطيع أولا أن نبعده عن الطرق الإجرامية، أن نحفظ له كرامته، أن لا يتسول، أن لا يقوم بأفعال غير مشروعة يعاقب عليها القانون. وبالتالي هنالك ربط كبير ما بين الجانب الاقتصادي وما بين الجانب الأمني، كأننا نعمل على إعطاء لهذا الشاب فرصة أساسية أولا في الاندماج في المجتمع، كذلك بأن يستطيع أن يرفه على نفسه، إضافة إلى أن يقوم بتلبية حوائجه الخاصة، وهذا الشيء إيجابي ومهم في تكوين العنصر البشري داخل المجتمع. لذلك كان رئيس الجمهورية تكلم على نقطة جد مهمة، على أن الجزائر هي الدولة بعد أوروبا التي أنشأت هذه المنحة. لماذا؟ لأن التفكير الأوروبي أو الفلسفة الأوروبية هي بناء إنسان، وبالتالي إعطاء شاب منحة خاصة بعد تخرجه من الجامعة أو من التكوين المهني ولديه تكوين، سوف يعزز مركزه داخل المجتمع ويعطيه نوع من الثقة في الدولة، وكذلك يعطيه نوع من الطمأنينة ويبتعد عن كل طرق الإجرام. هذا الشيء أساسي ومهم بالنسبة لبناء الثروة البشرية. لماذا؟ لأن هنالك دراسات تؤكد على ان الشاب اذا لم يكن له مدخول فمن الممكن ان تستغله جماعات اجراميه او غير ذلك. استاذ عمر هارون، بدون شك هناك شرط، اذا لم يستجب الشاب لطلب وكاله التشغيل يعني بعد توفير شغل له ستسقط هذه المنحه، هذا امر اكيد، ليست منحه مستمره. يعني نظن باللي الامر الذي سيسقط المنحه ستكون امرين، هو الامر الاول يتعلق بالسن، لان المنحه نظن راح تكون محدوده ب 40 سنه، لكن هذه يجب ايضا ان نعيد مراجعتها، لانه يجب ان تكون هناك حالات خاصه ربما القانون يجب ان ينظر اليها والمشرع يجب ان ينظر اليها. النقطه الثانيه هي نقطه انه يرفض نوع يعني عرضي عمل، لكن هذه ايضا يجب ان تكون هناك دراسه، لانه من غير المعقول ان نوجه طالب العمل يكون متحصل على ماستر مثلا ولا على ليسونس الى منصب عمل لا يتوافق المخرجات والكفاءات نتاعو. ولهذا المنطلق هو اللي ربطت انا انه يحصل على المنحه عفوا يجب ان يكون هنالك له رسكله مستمره وبشكل مستمر، وهذا يمكن ان تساهم فيه الجامعات ومراكز التكوين المهني. طيب. ونمنح للشاب يعني فرصه اخرى ليشتغل في مهام اخرى ولا في مناصب اخرى. أستاذ محمد أبو الفضل بهلولي، رئيس الجمهورية لما يتحدث أنه لا يوجد سجين رأي في الجزائر، يتحدث عن الفرق ما بين زرع البلبلة والشتم وحرية التعبير، تعتقد أنه هنا في الجزائر فيه ممارسات ممكن أنها تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من طرف البعض؟ هل حقيقة فيه؟ هل تقف وراءها أطراف داخلية خارجية، خاصة فيما يخص محاولة استخدام البعض حرية التعبير لتحقيق مآرب مشبوهة؟ أكيد أولا لابد أن نشير إلى أن الدستور الجزائري الأخير كفل حرية التعبير وحرية الرأي على المقاييس والمعايير العالمية وفقا للاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن ما يسمى بالسب والشتم يخرج عن نطاق أخلاقيات ممارسات حرية التعبير وحرية الرأي. فإذا كان هنالك انتقاد وفقا للمعايير المتعارف عليها ووفقا لأسس موضوعية وهدفها تقوية المؤسسات، فمرحبا وأهلا وسهلا بها. وهذه لابد أن نشير للرأي العام على أن هذه ضوابط عالمية وضوابط متعارف عليها، أن يتم هنالك النقد في إطار موضوعي وفي إطار احترام الحريات الخاصة والحريات الشخصية. إلا أننا اليوم ومؤخرا وفي إطار
قتال ما يعرف بحروب الجيل الرابع، نرى بعض الأشخاص الذين يأتون بأفكار من خارج الجزائر، يأتون بأفكار غريبة، يأتون بأفكار من شأنها أولا نشر البلبلة، نشر الإشاعات، نشر الفوضى، ونشر بعض المعلومات الخاطئة، ونشر الإشاعات. الهدف من وراء هذا الشيء ما هو؟ الهدف من وراء هذا الشيء هو تخزين مشاريع الدولة. اليوم حقيقة نشاهد مشاريع للدولة كبيرة، نشاهد إصلاحات اقتصادية كبيرة، فتأتي بعض الأفكار الخبيثة وبعض القلائل التي من شأنها أن تقزم من هذا العمل. الهدف من وراء ذلك ماذا؟ هو إثارة المواطنين. هذا العنصر بالضبط، عنصر الإثارة والبلبلة ونشر الإشاعة، إلى أي مدى يمكن أن يتسبب في خلق فوضى داخل البلد إن كان بهذه الصورة؟ نعم، سؤال جيد ودقيق. لماذا؟ ما هو الهدف من وراء الحروب الجيل الرابعة؟ الهدف من وراء الحروب الجيل الرابعة وهو تحويل الدولة إلى ما يعرف في لغة السياسة بدولة فاشلة، ويسمح لأطراف أجنبية بالتدخل، وكذلك هدم المؤسسات وتقزيم المؤسسات. وهذا شيء خطير وشيء مهم. هنا يجب على الدولة باعتبارها تمارس الضغط الإداري أن تمارس أسلوبين. الأسلوب الأول وهو الردع عن طريق القوانين وعن طريق مكافحة الجريمة الإلكترونية، وهذا الشيء الذي نجده في الميدان من قبل الأجهزة الخاصة. الجزء الثاني وهو يتمثل في عملية تحسيس المواطنين. لماذا؟ لأن كثير من المواطنين ليست له المعلومة، واليوم حقيقة نشهد بعض مؤسسات الدولة تتعامل مع وسائل الإعلام، فبمجرد صدور إشاعة تجد مؤسسات الدولة تصدر بيان لتكذب هذه الإشاعات. وبالتالي اليوم يجب على المجتمع والمواطن أن يدرك على أن الإشاعات تدخل في إطار حروب الجيل الرابعة وحروب الجيل الإلكترونية والتي هي مسنودة من الخارج. هنا نقطة مهمة، أن رئيس الجمهورية تكلم على الحملات التي تأتي من الخارج وذكرها بالاسم، لا سيما النظام المغربي الذي يعمل على إثارة الفوضى والبلبلة عن طريق الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ويستعمل بعض وسائل الإعلام الإلكترونية. الهدف من ورائه ماذا؟ يحاول أن يزرع البلبلة والفوضى داخل الجزائر، لكنه لا يستطيع ذلك. لماذا؟ لأن أولا الجزائر لديها أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، كذلك الشعب الجزائري محصن، وكذلك هنالك حس مدني. في نقطة أخرى أريد أن أتحدث عليها طيب. هو دور المجتمع المدني فقط في ثانية. المجتمع المدني يجب أن يلعب دورا كبيرا في عملية تحسيس من خطورة هذه الحملات الإلكترونية التي تطول، لا سيما الشباب. في الشق الصناعي، تحدث رئيس الجمهورية عن طي ملف استيراد السيارات قبل الثلاثي الأول من عام 2022. أستاذ عمر هارون، ما الذي يحدث فيما يخص هذا الملف، وكيف تابعت تصريحات رئيس الجمهورية وتحليلاتك لما تحدث عنه؟ وتحدث من دون شك عن دفاتر الشروط السابقة فيما يخص هذا الأمر، وقال لم تأتي بالجديد. وما هي توقعاتك لدفتر الشروط الجديد؟ نظن أنه ملف السيارات كان فضيحة كبيرة في تاريخ الاقتصاد الجزائري سابقا. إذا الرئيس لا يريد أن يكرر نفس العملية، لأنه هذا النوع من المشاريع يمكن أن يستهلك لك ببساطة 5 مليار دولار يعني، ولا تحقق شيء. من هذا المنطلق فالرئيس، نظرة الرئيس في هذا الإطار أن أخر قليلا في مجال عملية استيراد وتصنيع السيارات، والقضية هنا أن يكون هناك ربط بين عملية التصنيع وبين عملية استيراد السيارات، أي أن لا يكون هناك وكلاء فقط مهمتهم استيراد السيارات ثم يعني يربحوا من عملية تجارية لأن شراء وإعادة بيع، بل يجب أن يكون هنالك رؤية ونظرة، بحيث أنه من يريد أن يستيرد سيارات يجب أن يكون هناك لديه يعني مشروع لتصنيع سيارات في الجزائر، وليس أي سيارات. لأنه كنا تكلمنا سابقا أن السيارات الميكانيكية أصبح يعني تاريخها منتهي. في سنة 2040 سيمنع تداول بيع سيارات الميكانيكية في أوروبا وفي تقريبا كل العالم. 2050 سيتم منع تداول يعني حركتها. إذن فالجزائر الآن عليها أن تستثمر في السيارات الهجينة، في السيارات الكهربائية. نظن انه الان بما انه ما استغليناش الفرصه اللي كانت موجوده في يعني في ذروه ازمه كوفيد في 2020، لانه السيارات في هذيك المرحله كانت جد منخفضه. الان عمليه استيراد السيارات يعني بالطريقه اللي راهي موجوده اللي بعد غير ممكنه، اذا علينا ان نتوجه الان الى استيراد السيارات مع عمليه تصنيعها. ونظن هذا هو المشروع اللي راه يقود فيه رئيس الجمهوريه واللي يخطط له، لكن نتمنى ان شاء الله ان العمليه لا تتاخر اكثر، لان السوق الجزائريه الان بحاجه الى السيارات، بحاجه الى السيارات. للاسف الشديد اصبحت السيارات يعني بالنسبه للجزائري موضوع كبير وطابو، في حين انه احنا قادرين انه العمليه هذه نحركوها ونسيروها. نظن ربما كانت لدينا اولويات سياسيه
اهم من ملف السيارات، لكن الان بما اننا في سنه اقتصاديه يجب ان نطوي هذا الملف ونقرر فيه ما يجب ان نقرره فيه، وان نتوجه الى اي خيار من الخيارات سواء التصنيع سواء الاستيراد، حتى نفرج عن المواطن الجزائري، لانه ايضا هناك مشكل صناعي، لان المؤسسات الاقتصاديه المؤسسات الصناعيه اصبحت هنالك صعوبه في الحصول على السيارات، لانه كما تعرف لو بارك اوتوموبيل اللي موجود عند اي مؤسسه هو اللي يخول لها عمليه التوزيع، هو اللي يخول لها عمليه الوصول الى عمق الجزائر، وحنا الحمد لله الجزائر قاره، خاصه انه الان عندنا مشكل اخر اللي هو مشكل الان في الجزائر، هذا مشكل كبير، وحتى الرئيس كان اشار اليه سابقا وكان تكلم على انه ضروره انه تكون عندنا مصانع لقطاع الغيار. اذا الملف كما نشوف فيه بهذه الطريقه، نتمنى ان شاء الله انه قبل نهايه الثلاثي الاول تنتهي يعني هذه المعضله، قادم نشوفوا يعني الفروي او نشوفوا الفواكه تاع طيب الموضوع. اختم مع الاستاذ محمد ابو الفضل البهلولي فيما يخص حديث رئيس الجمهوريه عن تقييم الحكومه، قال ان الامر يعني سابق لأوانه، حكومة جديدة تقريبا 6 أو 7 أشهر، في رأيك يمكن تقييم بعض من وزراء القطاعات، يمكن إعادة النظر في البعض، هل قدمت شيء الحكومة حكومة أيمن بن عبد الرحمن لحد الآن؟ هي تعرف أمر أن نقوم بتقييم موضوعي، أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو الذي يملك السلطة التقديرية في تقييم الحكومة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى دور البرلمان والسلطة التشريعية في تقييم الحكومة ووسائل الإعلام مشكورة على تقييم هذه الحكومة، ثم يأتي دور الخبراء في إعطاء الآراء فيما يخص الحكومة. أنا على حسب تقديراتي وتصوري هنالك كثير من القطاعات التي لم تقم بإنجاز دور أو الأهداف التي قام بتصديرها رئيس الجمهورية، في حين نرى قطاعات أخرى قامت بمجهودات كبيرة على أرض الميدان وكذلك قامت بعمل احترافي، وبالتالي أنا أرى أنه هنالك كثير من القطاعات الوزارية التي يجب إعادة النظر فيها وكذلك إعادة النظر في أهدافها وفي خططها وفي كيفية تسيير هذه المرافق التي تخدم لهذه الوزارات، وهذا من اجل تقديم خدمه عموميه ذات جوده بالنسبه للمواطن وتلبيه حاجيه المواطن، وهذا الشيء اللي يزرع الثقه ما بين المواطن وما بين هذه المرافق العموميه. اشكرك استاذ محمد ابو الفضل البهلولي استاذ العلوم السياسيه، كنت معي من معسكر. شكرا للاستاذ عمر هنوس استاذ الاقتصاد بجامعه المديه كذلك. أشكركم مشاهدينا كذلك على حسن إصغائكم ومتابعتكم لبرنامج تساؤلات لهذه الأمسية. إلى اللقاء.